عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. مر معنا أن السبب قد يكون له حكما، وذلك أن طلوع الفجر سبب في ثبوت حكمين: تحريم الأكل على الصائم ووجوب صلاة الفجر. هنا العكس، هنا وجد حكم واحد وله سببان. الحكم الواحد هو اللعن، ما سبب هذا الحكم؟ زيارة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. بل قد تكون هنا ثلاثة أسباب: زيارة المقبرة من قبل النساء، واتخاذ المساجد على القبور، واتخاذ السرج على القبور.